صحيت لقيت حالي في المستشفى. انت تعرضت للإصابة ايام القصف في البيت؟ وين الإصابة جتك؟ جت لي في اليسار في الفخذ، وعندي لي تنتين في النمو. اوتار في لا المفاصل في النمو في رجلي. فانا بقول له قطع لي اياهم بديش اياهم، انه كان كثير وجع. إلي في الحق النفسي وفي العيادة النفسية بشتغل تقريبا 15 سنة. أنا بصراحة يعني شغل المجال النفسي كان كتير ممتع، رغم أن التخصص تبعي تأهيل معاقين. صراحة تعرفنا على MDM سبين من سنة 2017، كان في الأول ما فيش غرفة ألعاب للأطفال في العيادة، لكن من بعد ما جهزت لنا MDM سبين غرفة الألعاب وعطتنا تدريبات، بصراحة هذا أعطاني دفعة أن أنا أتعامل مع الأطفال ومع الحالات.